لعبت اللعب خطرة 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 هي جول هي جول. الهدف الأول يسجل زياد أحمد علي. زياد يحرز أول ركنية. زاخو يريد اليوم أن يفوز. كرة خطيرة الجول جول لزياد أحمد في مرمى فريق السابق. نعم إلى منطقة الجزاء خطرة لزاخو زياد جول أول وأخيرا جاء الفرج. حاول زاخو اليسار داخل منطقة الجزاء خطرة لزاخو زياد ممكن يسجل الهدف الثاني. زياد جول هي جول هي 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 جول ثاني لزاخو بالتخصص هو زياد أحمد. الهدف الأول يسجل اللاعب زياد أحمد. اللاعب يحمل رقم 10 زياد أحمد والهدف الأول. لوراس ما سيطر عليه ضغط قطعت عادت لزياد. الله جول لزاخو قطع مثالي. كرة تلعب إلى إيهاب إلى زياد. زياد سدد قوية جول. هدف جميل هدف روعة من زاخو.